بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أولا جريدة أصوات على إتاحة الفرصة لي من أجل إعطاء موقف حول قضية الوحدة الترابية بمناسبة عيد المسيرة الخضراء الذي يحتفل به جميع المغاربة من كل مدن المملكة المغربية. الأستاذ مصطفى القلعي مفوض قضائي. أولاً أريد أن أتحدث عن قضية الوحدة الترابية وأدلي بموقفي من هذه القضية. أولاً قضية الوحدة الترابية واستكمال الأراضي المغربية هي قضية مصيرية ومن التوابس ديال الأمة، وأنا أؤمن بهذه القضية وهي قضية عادلة. الصحراء مغربية، وكما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. إذا نظرنا من ناحية التنمية نجد أن الأقاليم الجنوبية التنمية وبناء للإنسان ولا بناء العمران هي في طريقها إلى الأمام بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة. إذن الحديث يطول حول تاريخ هذه المسيرة التي ابتدأت مسيرة سلمية، مسيرة قدرت تعبر عن التلاحم أولا بين الشعب وبين القائد بين الملك. هذا هو الهدف الأول من أجل تحقيق هدف شرعي وهدف تاريخي، وهو استكمال الوحدة الترابية للوطن. هذه المسيرة الخضراء إنما تعبر على التضامن والتضحية وأن المغرب دولة الحق والقانون. فحينما نتحدث عن الصحراء المغربية ونطالب ونجدد المطالبة بالمناسبة، حينما نتحدث أو نحتفل بالمسيرة الخضراء فإننا نجدد المطالبة بتحقيق هذا الهدف أو هذا الشيء الذي أصبح من ثوابت للمملكة. إذن بالنسبة لي أنا ما أريد أن أؤكد عليه أو كموقف وهو استمرارية في النضال، استمرارية في الحملة التحسيسية بأن الصحراء المغربية وأن المغرب حينما أو جميع الفعاليات بالمغرب من الأحزاب السياسية، من منظمات، من نقابات، من جمعيات، الآن أصبحت القضية ديال الصحراء هي قضية حقة المغربية 100%، لأن جميع مكونات المشهد السياسي ولا الثقافي وأي مجال إلا وأصبح يدلي بدلوه فيما يتعلق بهذه القضية المصيرية. إذا رأينا أنه في منذ أكثر من 15 سنة أو 20 سنة كانت القضية لم يكن هناك إشراك للأحزاب السياسية، ولكن الآن تم إشراك للأحزاب السياسية في هذه العملية، وبالتالي أيضا المجتمع المدني، أيضا المجتمع المنظمات المدنية، المنظمات الحقوقية، النقابات، الجمعيات، الهيئات، جميع شرائح المجتمع المغربي، جميع الفئات يشاركون ويبدون دورهم فيما يتعلق بهذه القضية المصيرية. ولن أؤكد على شيء أهم وهو الاستمرارية في الدفاع عن القضية. ليس هو بالضرورة احتفال من أجل الاحتفال فقط، وإنه هو التذكير بضرورة الاستمرارية في القضية، لأنه قضية الصحراء كما نعلم أنها من مخلفات الاستعمار، وأيضا ما أدى بها إلى عدم حل هو النظام العسكري الجزائري. حقيقة هو الحجر العثرة. وبالمناسبة فإن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد الأضحى لهذا السنة ذكرى 43، فهو يفتح المجال لفتح الحدود ما بين الشقيقة الجزائر. وحقيقة إنما هذه رسالة بأن المغرب دولة قانون ودولة حق، لا يمكننا أن نعبث ببعض التوابيت للمملكة، لأنه حينما يؤكد صاحب الجلالة في خطابه الثاني حول أن فتح الحدود من جانب المغرب ويطالب الجزائر بأن الشقيقة الجزائر، ولكن مع الأسف وبكل مرارة
الجزائر دائما تتعنت. فالنظام الجزائري أما الشعب فهو يعني شعب مسالم والشعب شقيق بمعنى الكلمة، ولكن الأنظمة هناك أجندات، ما هو الهدف منها؟ تعقد حتى بناء المغرب العربي، هذا الصحراء المغربية، هذا المشكل يؤدي حتى إلى تأخير بناء المغرب العربي واتحاد عربي حقيقي. طبعا انا احمل المسؤوليه من هذا المنبر، وهو ان النظام الجزائري هو المسؤول عن مساله الصحراء، وكذلك الذي يتيح الدعم بجميع نواحيه، اللوجستيكي، الدعم المالي، الدعم الى غير ذلك، وما فاتئ يتحدث عن هذه القضيه للانفصاليين في تدخل سافر في شان مغربي، شان داخلي مغربي. إذن ما أريد أن أقوله أو ما أريد أن أؤكد عليه، وهو أن الاستمرارية في هذه الحملة للدفاع، وهي مسألة مصيرية للمغاربة قاطبة. فأنا بالنسبة لي الصحراء المغربية لا التاريخ ولا الدين ولا أي شيء، حتى وأنا شخصيا أنا زرت هذه المناطق الصحراوية، زرتها وكان لي الشرف ان اتجول في الشوارع ديال العيون وطنطان، فهاد الاقاليم المغربيه حقيقه جميله جدا، والتجهيز اللي تم فيها والمناخ اللي فيها، والشعب الصحراوي المغربي ايضا شعب هو مسالم ومضياف وشعب يعني مثقف. اذا ولكن هناك اجندات خارجية حقيقة، أجندات خارجية لا تخدم مصلحة لا ديال المغرب ولا ديال الاتحاد المغاربي أو كذا، يعني هي محاولة فقط لمحاولة الهيمنة أو السيطرة على المنطقة لا غير. إذا المغرب بالخطاب الثامن الأخير هو تحدث عن إمكانية الحكم مع الجزائر، يعني قمة الديمقراطية، ولدنا أنسى بأن المسار الذي يمشي فيه هو مسار حق ومسار قانوني، لأنه حينما منح الحكم الذاتي، وما تحمل هذه الكلمة من معنى حكم الذاتي باختصاصات، فهنا تقريب الإدارة الجهوية للمواطنين الصحراويين، فكان يعني المغرب يبحث عن الحل في أقرب وقت ويبحث على من يخاطب، ولكن تأبى بعض الأجندات الخارجية، طبعا تأبى بعض الأجندات الخارجية وبعض المحاولات حقيقة إلا أن تعقل هذا المسار. طبعا من هذا المنبر ديالكم أقول بأنه قضية الصحراء المغربية لا رجعة فيها، وهذا موقفي واعتقادي بأنه لا يمكن أي حل منها. وفي جميع الدول أنا أتصور المغرب بدون صحرائها، أو أتصور الصحراء بدون مغربها، فبالنسبة ولو شبر من هذه المؤسسة من هذه الصحراء فهي تبقى مغربية، مغربية كما قال المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، والمسألة هي مسألة الموقف من هذه القضية الصحراء فلا رجعة فيه، فهو الوحدة الترابية من طنجة إلى الجويرة، لا يمكن لنا كمجتمع مدني أن نساهم في شبر واحد من التراب الوطني، وهي مسألة مصيرية ومن التوابيت، وهذا ما يمشي فيها المغرب لا قيادة ولا شعبا ولا جميع الفعاليات في المغرب، إلا أنه لا يمكن لهم الحديث عن شيء آخر غير أن الصحراء طبعا في إطار القانون وفي إطار المنظمات الدولية وفي إطار ما أسفر عنه مجلس الأمن وفي إطار قانوني، لا نتحدث عنها برأي فرض رأي أو غير ذلك، ولكن أقول لك بأنه ما أفرزته المفاوضات وكذلك بعض، لأنه العلاقة بين الصحراء وبين المغرب علاقة تاريخية يربطها الإسلام، وحتى الطريقة ديالهم في جميع التقاليد ديالهم، كما قلت لك أنا زرت الصحراء نفس التقاليد اللي عند المغرب، إلا أن الأجندات هي اللي كتختلف. وطبعا أؤكد أن من هذا المنبر ديالكم بأنه مسألة المحافظة أو استرجاع كامل أو الوحدة الترابية هي مسألة محسومة في إطار القانون وفي إطار المنظمات الدولية، لأن المغرب دولة حق وقانون. وما أؤكد عليه من المنبر ديالكم هو جريدة أصوات، هو الاستمرارية في هذا النهج، لأن المسيرة الخضراء أتت لاستمرارية المطالبة بتحقيق هذا المبتغى، وشكرا لكم.
تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.